هذا ماشي الباركور دو شاس. لا باركور دو شاس هو اللي تيكونوا فيه لي بوست، تكون فيه بوست هنا وبوست هنا. اه كيبقاو يتحولوا، كيبقاو يخرجوا. ما كيديروش هنا، لا كاين في الكاتريم. كاين هنا اللي هنا اللي بغى يجي يقصر كيجي يقصر. دابا انا بغيت نجي نقصر نجي نقصر. عندك مكحله؟ عندك عندي بيرمي ومكحله وكل شيء. صافي يجي دوز المكازا قطع البلاطو ديالك اللي اللي غضرب داك الشيء اللي يقدك. بحال غضرب جوج باركورات ولا ثلاثه. لا مثلا ما جيش على البلاصه وحده، واش داك الشيء كاين؟ ولكن هنا كتخلص غير البلاطو. بلاطو القرطاس. بلاطو القرطاس. القرطاس كاين هنا 28 غرام ولا باش كيضرب هو؟ لا كاين من اللي بغيتي تضرب به يضرب. اللي بغيتي كاين. هذاك الشيء اللي تقد عليه انت. على ودي الجهد. 32 34 34 نضرب الحجل. اللي بغيتي كاين هو شي بلاطو تضرب 24 24. وشحال كيحاسبوا البلاطو هنا؟ الباركور 25 بلاطو 50 درهم. خيرا. مزيانة ماشي خير. باركور كيضربوا 1000 درهم. سيجي عندما نفكر انت نجي نقصر معاك شي نهار. جي مرحبا. ناري. جي جي المكحلة ديالك دخل فيها اللي بغيتي. خصك. عروس. حنا غادي نسد. من البارح من الليل. حنا غادي نسد. مزيان. فينيليو بير ايطالي صح؟ لا بير ايطاليان وكيمشي فينيليو كيمشي بير. مزيانة ما كاين لا توانساش لا والو. وكاع حيت تاع القصر جا قصر بطلع على الباركور شوف قصر معاه عاب وحدين دخلوا القصر. هذيك ديال الخنزير واش كيديروا حتى هو كانت ولكن بقى غادي ديال الباركور كيخرج لك هذا ديال الخشب لكن خير وليتو في شكل دوزو ديال البطوله العادي داز هنايا ولا زوين داك الشيء بانت مزيانه بعدا داز زوين هي اللي دارت فيها الفينو هنا هنا وانا في معريه هي اللي كانت كتصور الدرون من الفوق داز زوين داك الشيء الصراحه نقصروا معاكم شي نهار ديال القعدية نتعرفنا عليه ايوا في واحد شويه ديال الواحد كيفاش ضربوا كيفاش البلاطو وقتاش كتمشي لها وقتاش كنا بوست كيمشي شي وقتاش كيمشي لها بيك ما كتعرفوش فين يخرج هي من غنضرب لي من العرض في الاولمبيك كتدوز بحال هكا كتدوز كتجي
تيقول لك ما تبقاش فيها شوف واش يتقاسلك. قلت لي يا خاي كيفاش اخي هذيك فهاد لي بوست هادو اللي كاينين هنا تلا هذا اربعه هذا البوست اربعه هذا هو البوست تسمى البوست ديال باركور دو شاس. الناس اللي كيديروا الباركور دو شاس هذاك كثيرهم الاغلبيه ديالهم غير الناس الصياده كيجيو كيجيو يسالي الموسم ديال الصيد كيجيو يقصوا مع راسهم يتلفوا يضربوا البلاطو مع راساتهم كيخلصوا البلاطو ويشريوا القرطاس من هنا من المكازا. البوست ثلاثة تا هو نفس الشيء تا هو ديال الناس ديال الباركور دو شاس. البوست اللي شفناه في الاول البوست الاول ديال لي تيرور الناس ديال لي بروفيسيونيل الناس اللي محترفين كي بريباريو لا تي بريباريو اللي خا هي البطوله الوطنيه واحد مخاطر مع الجامعه الملكيه الناس اللي مشاركين في النوادي فهمتي اللي كنشوفوا في التلفازه كي ايه هذا النادي هو نادي الفيلين وراه مشهور وليت نظمت فيه البطوله هذا العام ديال المغرب وكانوا ماتش مسميته بطوله ديال محمد السادس يمكن وكانوا فيها الناس من ايطاليا من اسبانيا من داك الشيء كيدوز زوين حتى نقلوها في الرياضيه ياك اه كانت منقوله في التلفازه المهم داك الشيء زوين بنادم كيجي فوج كاين قهاوي كاين بزاف د الحوايج كاين ماكدو هنايا كاين كل شيء منطقه زوين العرجات مركز ديال القياده ديال السهول السلاح المهم داك الشيء مزيان فيما فيه بزاف الاماكن ديال الترفيه بزاف ديال المهم بنادم فين يفوج الويكاند عندك بالنسبه بالنسبه للصيد ديالو الفيلين ما سميه الفيلين المعمور ياك اه الفيلين العرجات عرجات صافي معروف العرجات كلوب ليشين هادشي باش معروف وتبارك الله كبير دابا هذا هو قلنا البوست الرابع دابا هذا البوست الرابع كما قلنا ديال الصياده كيجيو يترينيو مع راسهم كيقصروا مع بعضياتهم كيضربوا البلاطو انت كتشوف يعني ماشي ضروري شي واحد يكون من خارط لا انا العموم هو هذا العموم وبالنسبه لي بروفيسيونيل راه كاينين بوحدهم تيكونوا مجموعين بوحدهم كيشي دوك حيت كيترينيو عندهم مناطق خاصه ديال التير بالنسبه للصياده راه اي واحد عنده بندقيه ديال الصيد عادية عندك خماسية ولا جويجة يعني ماشي مهم ماشي بالضرورة تكون خارط ولا شي حاجة لا ما تكونش ماشي ضرورة خاصة ديال التير يعني كتجي تلف يعني بيها. اي واحد واخا يكون من اي بلاصة في المغرب وجا لهنا وعنده البيرمي ديالو والمكحلة ديالو ممكن هنا يجي يدير التير ديالو كيف ما بغا كتخلص التبصيل كما كنقولوا القرطاس صافي وكتدخل ومقصر مغدي كاين فين تغدى كاين فين هادي كاين كلشي يعني المهم شي زوين نقي ما كاينش مكان محترم منظم وبنادم فين يفوش بالنسبة للصيادة اللي مبليين راهم كيسالي موسم الصيد كيبغي يعيش من البارود راه هذا هو المكان يعني اللي كيتنفسوا فيه الصيادة زعما بالنسبة للمنطقة واحد بالرباط سلا كاينه واحد لاباراي شي داك اللي بحال الميكرو اللي حدا الواحد كتشعل فيه بوله ملي كيغوت كتغوت هي كتعطيك اوتوماتيك كتعطي اوتوماتيك ويخرج داك الشيء اللي في الارض Yeah, I'll see you soon.
صاروا